بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أحبتي حيثما كنتم المستمعين المشاهدين، هلا بكم. أنا بن عارف أحييكم، والعراق يفوز على المنتخب الإندونيسي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في مطلع قصيدة العراق في كأس آسيا. اليوم المنتخب العراقي أثبت أنه هو إن شاء الله على قدر المسؤولية وأنه قادم أفضل. أكو أشياء إيجابية راح نتكلم بها، كذلك أشياء سلبية، يعني مو سلبية سلبية، وإنما لابد أن ننوه إلى خلل ما حدث وظهر للعيان، كل شافه تمام. يجب أن نضع النقاط على الحروف بس هذه، لكن أنا يعني مجملا يعني خلال الفيديو راح أكون إيجابي جدا وسأسكن في النصف المليان من الكأس لأن عاجبني أفرح اليوم وياكم. ألف مبارك لكم، ألف مبارك. 3 نقاط كلش حلوات. العراق الآن في المركز الثاني بعد المنتخب الياباني، يجي من بعدنا اندونيسيا، واخر شيء المنتخب الفيتنامي، مو اتصور هيجي او اندونيسيا ما متاكد بالضبط. المهم بعدنا فيتنام واندونيسيا. التيك توك والانستغرام واليوتيوب والفيديو هذا لايكاتكم ومشاركاتكم، واشوفكم. الرحمن الرحيم. شوف سيد احمد بن علي لما نتحدث عن الكره على خطيره وسامة، وكاد الكرة راء الله عن يابان وكوريا كوريا، وإن شاء الله حد يوصل يعني لا ما حد متعري، والثاني على بعد الله الله يا مهند 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 مهند، وهنا لدينا هو 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 هو، وهنا لدينا كرة محاولة يمين حسين والعرضية داخل منطقة الجزاء، أيمن بالرأس، أيمن خلص. كما قلنا وأسلفنا في الفيديو الماضي، لما شافه ما استمتع بهذه المباراة أو لم يرى هذه المباراة كما رآها قضية عارف، ومن تابع الفيديو الماضي اللي تكلمنا فيه عن سيناريو أحداث هذه المباراة، قلنا شغلتين إذا تمكن من عندهن المنتخب العراقي راح يسيطر على أندونيسيا، طريقة هجومه وطريقة دفاعه. في الهجوم على المنتخب الاندونيسي يجب أن نضغط على خطوطهم الخلفية، خاصة خط الدفاع وقلبي الدفاع تحديدا، يرتكبون الكثير من الأخطاء، نضغط عليهم نفتك الكرة نسجل هدف، وهذا هو اللي صار. في الحالة الدفاعية المنتخب الاندونيسي يهجم على الأطراف أو يصل لمنطقة الجولدن أسيست يسموها، هذه اللي على جانبي يمين ويسار جار حسن القريبة في منطقة الجزاء، ويسوون كرات عرضية زاحفة عرضية زاحفة أو كات باك يجي بالعكس للقادم من الخلف يشوت يجيب هدف. سووها علينا بالبصرة واليوم هماتين سووها، والشغلتين هذين صار عند اليوم تمام. ما غلطان معكم، أغشكم اللي أقوله يصير الحمد لله وشكر. يعني احنا قارين المباراة زين مع المنتخب الاندونيسي، متواصلين ذهنيا ونفهمهم. انتهت المباراة الآن، إن شاء الله نتكلم عن القادم بعون الله، لكن أكو نقاط في هذه المباراة يجب أن نحددها. أتحدى واحد يقول لي أنه أنا فاهم كأساس أو عارف شلون يفكر. كل تكهناتنا عن أحداث المباراة، تنبؤاتنا تحليلاتنا تطلع غلط. كأساس فاهم المنتخب بطريقة أخرى، وأنا دا أصفن اليوم هيك بيني وبين نفسي أقول كأساس شلون فاهم الفريق؟ كيف؟ ما لقيت جواب غير انه هو عنده ثقة بالجميع، عنده ثقة بأيمن مثل ما عنده ثقة بعلي الحماتي، عنده ثقة بزيدان اقبال مثل ما عنده ثقة ببشار رسل، وهكذا كل اللاعبين، عنده ثقة بسعد ناطق مثل ما عنده ثقة بريبين مثل ما عنده ثقة بعلي عدنان، عنده ثقة بكل اللاعبين. طبعا احنا كجمهور نقول هذه الثقة بكل اللاعبين بهالطريقة هذه يعني سيف ذو حدين، لأنه هذا اللاعب إذا ما أجا معك عدل ممكن يقتلك في المباراة، وهو الخطأ اللي صار
واللي احنا نوهنا عليه الحمد لله وشكر، تكلمت بشكل واضح علي عدنان في مركزه هذا ما متمكن من عنده، ما متمكن من عنده علي عدنان تحديدا، وخاصة في حالة الدوران. علي عدنان في حالة الدوران بطيء، وهو خاصة يلعب برجل اليسرى أكثر من رجل اليمنى، حالة يتعامل معها بشكل زيني مرر صحيح. بس وتدرون شنو، احنا ما عندنا لاعب متكامل دفاعيا حتى اللحظة، مو مال فريق بطل هذول دفاع، ربما يعني يتعلق الأمر بعلي عدنان لأنه هو مراكب مع هذه المجموعة، بس قلنا ماكو شيء يعني ما عندك لاعب متكامل، يعني هو يريد لاعب سريع ما يعرف يبني لعب، لاعب يجيك يبني لعب مو سريع فما تجيك يعني عدله، هو هذا الموجود عنده بده يستخدمه بهذه الطريقة وهالتوليفة. خلف الله على أسامة وأمير العماري وزيدان إقبال ويعني حسين علي مع ميرخاص حاولوا انه يغطون هماتين، يعني هذا الكماشة هذه ساعدته هواية سعد ناطق وعلي الحماد علي عدنان في مهمته في حماية الخطوط الخلفية للمنتخب العراقي وعملية البناء. طبعا اعتقد بشكل واضح انه بمجرد ما تشوفون المنتخب الاندونيسي يجي ويقترب من جلال حسن تحس بالخطورة، ما قلبك ما مرتاح، تحس اكو قلق اكو توتر. هذا الموضوع تحديدا اذا يبقى المنتخب العراقي عليه امام اليابان الله يستر الله يستر، يجب ان نروح للمنتخب الياباني واحنا مطمئنين في خطوطنا الخلفية مرتاحين نفسيا. طبعا كاساس اليوم قاعد على المدرجات دانيلو وآلان وآكام، كلكم قلتوا دانيلو هو نمبر 1 بما فيهم المتحدث، طبعا اختلفنا هماتين من الأساس حسين علي ولا آلان، بس قلنا أنه حسين علي تمام لأنه هو أكثر جاهزية، فهو معتمد على حسين علي ومرخاص ومثبت وضعيتهم في الفريق، سعد ناطق كذلك، واليوم علي الحمادي علي عدنان العفو علي حمادي ملع. والله شفت لكم كم تعليق هنا وهناك انه علي الحمادي زعل داره وجيت هذا الحكي، ماكو هيك سوالف يعني بطلوها على السوالف، علي الحمادي ما عنده شيء، علي الحمادي ضامن المهمات الصعبه حلو، لا تشتردون يعني يرمي كل اوراقه، عنده مباراه مع اليابان، عنده بعد فيتنام، جايتك ان شاء الله قدامنا دور 16 دور ربع نهائي، هذا الاسلحه كان طلقاتنا كلهن نثور هنا بأول مباراة، قولوا يا الله يا معودين واحدة واحدة. كان لابد أن نشير إلى أن المنتخب العراقي في الحالة الدفاعية وضعيته مو تمام، ولكن في الحالة الهجومية شنو اللي شفناه، أن المنتخب العراقي يبني لعب ستيب باي ستيب خطوة خطوة، متمكن من الكرة، ماكو شوت كرة طويلة لعب مباشر، يعني اليوم كأساس روانا لمسة بالفريق، كأساس لمسته واضحة بأسلوب آخر غير اللي كان يعتمده في كأس الخليج الكرات المباشرة، هذا اللي شفته. وهما تروان دا أطالع الإحصاءات، الكرات الطويلة قليلة، الكرات القصيرة هواية، تمام يجب هذا التعبير هواية الكرات القصيرة. زيدان إقبال وجوده مع الفريق ومع عطاء الحرية بالحركة اليوم مبدع مبدع، بس شنو الله يستر عليه ويجفي شر الإصابات والتعويرات، يكون لاعب يظل سالم مسلح بالفريق كل شيء مريد، وانه ما يبالغ ويفهم الفريق ويفهم تحركات اللاعبين بالامام، بالله يراويك شيء ما شايفه انا متاكد 100%. امير العماري مع اسامه رشيد شالوا الفريق على ظهورهم، واعرفكم اسامه رشيد اكثر من خوارزميه، انطونا اسامه رشيد هو افضل لاعب بالمباراه، بينما أنا حسب الأخبار شفت أنه أمير العماري أفضل لاعب بالمباراة، طبعا أكو 2 لاعبين أو 3 أفضل من أمير في أكثر من خوارزمية وهسه نجي عليها، المهم ماكو فرق بيناتهم. القصد من هذا شنو، أنه خط الدفاع شال الليلة على ظهره، عفوا خط الوسط شال الليلة على ظهره. بالفيديو الماضي أو مباراتنا أمام كوريا في الشوط الثاني تحديدا قلت لكم أنه الفريق العراقي إذا يبقى بلا محرك ما راح يسويش، المحرك هو خط الوسط، لما تحرك أمير أسامة زيدان هذول الثلاثة مع بعض ظهر متفاهمين أكثر شفنا الفريق اشتغل صح، طلعات دايسكي مع طلعات حسين علي بالأمام مع ركازة بشار عفوا بايش مع إبداع علي جاسم ما شاء الله عليه
مع عودة ميمي وروح القتالية في الأمام شاهدنا العراق بشكل آخر مختلف. فقط احنا نحتاج الى قلبي دفاع اثقال بس هاي، يعني بس هاي. تحياتنا سعد ناطق والعلي، قدمت اللي عليكم بس احنا نتكلم الحقيقة. يعني هسا اذا تسأل اي واحد انتوا جاوبوني، انتوا شفتوا العراق هسا بهذه المباراة، هل ينبئكم هذا الفريق عن بطل سيولد خلال هذه البطولة؟ يعني افضل من اليابان، افضل من كوريا، افضل من ايران، افضل من اوزبكستان، افضل من كل هذه الفرق؟ هسا هذا فريقنا اللي شفتوا ولا فريق اعرج؟ انتوا تجاوبون بالتعليقات. خلينا نشوف وياكم بعض الاحصاءات او الخوارزميات اللي استغربت انهم ما متفقين. يعني هذا خوارزميه هي هاي اكثر شيء عندنا احنا منتشره بالعراق، برنامج هذا 360 بصراحه خوارزميته اخرطي، يعني مطتني عدل العماري اقل من 6 5.6، ورشيد 5.7، ودايسكي 5.6، علي عدنان 5.6، واتصور هذه مو حقيقية اطلاقا، ابد مو حقيقية. بس الفريق بشكل عام لعب 4-5-1، 4-2-3-1. هذا خوارزمية الثانية اتصور هي هماتير مو دقيقة، اعطتني علي جاسم احسن لاعب بالمباراة، يجي من بعد ميمي، يجي من بعد اسامة رشيد، يجي من بعد دايسكي، هناك دايسكي لا. سعد ناطق هماتير من افضل اللاعبين في المباراة في هذه الخوارزمية. الخوارزمية الثالثة اللي عندي اكثر من خوارزمية اكيد، هذه اتصور هذه اكثرها منطقية، علي جاسم افضل لاعب بالمباراة، يجي من بعده أسامة رشيد، وعلى ما يبدو أنه حقا دايسكي هماتين وسعد ناطق، يعني اتفاق أكثر من خوارزمية على علي جاسم أفضل لاعب، ويجي من بعده أسامة رشيد، سعد ناطق، ميرخاز دوسكي، أمير العماري، يعني هذول الخماسي أحسن لاعبين وأفضل لاعبين قدموا خلال هذه المباراة. علي جاسم شكل أيسر، علي جاسم مع دايسكي ما شاء الله عليهم، سعد ناطق شال الليلة على ظهره، أمير مع أسامة تمام التمام، زيدان أقبال نتمنى له الموفقية إن شاء الله تعالى، لأن هو لمسته السحرية ما أسولف لكم عليها، وجوده مع الفريق ينطيك اطمئنان وراحة، يلعب تحت الضغط وما هامه أكبر واحد. وتحياتنا لميمي بالتوفيق إن شاء الله. كأساس في الشوط الثاني أدى جيدا، غير لنا شكل الفريق، الله يوفق الرجال هذا في قوس الجزاء في الكرات العالية لا يعلى عليه إن شاء الله تعالى. دائما نريد هيج اليوم فجرها، بس هو مشكلته مع الفرق الكبيرة ما يظهر، إن شاء الله يظهر لنا مع اليابان في الدورز، يعني هذه فرصة كل اللاعبين في هذه البطولة. يا شباب ما أطولها عليكم، بالنسبة للإحصاءات وأنا بدي أشوف بشكل عام، يعني العراق استحوذ على الكرة 65%، اجمالي التسديدات 15 تسديدة، نصفهم تقريبا كانت على المرمى، اكثر التسديدات كانت من داخل منطقة الجزاء مو من خارجه، تقريبا 3 من خارج منطقة الجزاء. دقة تمريرات العراق وصل الى 86% بمعدل تمرير 500 وكسور تمريرة، الدقة من عندهم 86. طبعا هذه متفق عليها بين كل الخوارزميات، هذا الاحصائيات هم هنا متفقين، بس شلون يحسمون الافضل ما اعرف. اماكن لعب الفريق العراقي واضح انه هو سيطر على وسط الملعب، ثم الجزء الامامي من منطقة المنافس، منطقة لعب اندونيسيا سيطر عليها المنتخب العراقي بشكل تام، قام يناول الكرة اكثر من مرة بين علي مع سعد مع امير خاص مع علي حسين علي، فهذا التناقل بالكرة كان كلش حلو وشفناه سلس، يعني ما الفريق ما يعاني بنقل الكرة، لكن فقط انه مشكلتنا في الحالة الدفاعية، منتخبنا تحس ما متمكن من الكرة، يتوتر ويقلق ويرتبك ويرتكب الاخطاء. اللي نأمل الان انه كاساس يقف على مكامن الخطورة اللي صارت علينا في مباراة اندونيسيا، صحح الاخطاء هماتين، فريقنا راح يصعد مستوى ان شاء الله امام المنتخب الياباني. نأمل ان العراق
ونظم أوراقه من جديد، كل اللاعبين مهمين اللي ما لعبوا واللي لعبوا، اللي استخدمهم بالشوط الأول واللي استعملهم بالشوط الثاني، كل اللاعبين مهمين. أزيد من الدعوات بالتوفيق لهذا الفريق. الحمد لله والشكر. نشوفكم إن شاء الله بفيديو آخر. لايكات، تعليقات، مشاركات، في أمان الله.